Ailece bir tatil. Nerede tatil yapacağız? Utlatun ailiyye. فأين ستكون عطلتنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلا وسهلا بكم مع الدرس 49 من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابانجلر إشين تركشا إسطنبول كتاب A2 نحن الآن مع درس الاستماع الثاني للوحدة الثالثة عنوانه عائلجة بير تعطيل عطلة عائلية نقرأ النص نترجمه نفهمه ثم نبدأ بحل الأسئلة السؤال الأول يقول لنا متني دي الليالي لنستمع إلى النص فهيا بنا نستمع إلى النص ونقرأه معا هذا هو النص يقول بنيم أدن شكري اسمي شكري بنيم أدن شكري 65 yaşındayım عمري 65 سنة ويارن دوم جنم ويارن دوم جنم وغدا سيكون ذكرى ميلادي oğlum doğum gününde bizi tatile götürecek. Veledi seyekhuduna fi idi miladi ila utla. Oğlum veledi ibni doğum gününde fi yevmi miladi bizi tatile götürecek. Seyekhuduna bizi götürecek tatile ila utla. Tatile gelinim ve torunum da gelecek. Seyati ila utla zavcetu ibni ve hafidi. Tatile ila utlati gelin arus. زوجه الابن ماذا نقول لها كنا ستاتي الى العطله كنتي وحفيدي وترنم جلجاك سياتي الجمله التاليه بيس هب برابر ازمير ده يشيورز بيس هب برابر ازمير ده يشيورز نحن جميعا نعيش في ازمير بيس نحن هب جميعا برابر معا ازمير ده في ازمير يشيورز نعيش سيسجا Biz nereye gideceğiz? Sizce biz nereye gideceğiz? Birayikum. Ayna sanadhabu nahnu? Sizce birayikum. Biz nahnu nereye ile ayna gideceğiz? Sanadhabu. Bunu ben size söylemeyeceğim. Bunu ben size söylemeyeceğim. Lan akule hâza lakum. Bunu hâza ben ana size lakum söylemeyeceğim. Lan akule. Orasını siz tahmin edeceksiniz. Orasını siz tahmin edeceksiniz. Entum men ستخمنون هذا ستتحذرون ما هو المكان الذي سنذهب إليه أرسل ذلك المكان أرسل ذلك المكان سيز أنتم تخمين إذا جاكسنس ستخمنون الجملة التالية إشتا سيزين إتشين بعض إبوشلر وإليكم بعض رؤوس الخيط بعض العلامات بعض الإشارات إشتا إليكم سيزين إتشين من أجلكم bazı ipuçları ip hayit uç rasahu ipuçları rusul hayit rusul hifan yani el eşya التي من خلالها تستطيعون ان تعرفوا الى اين سنذهب الى اين سنذهب يقول rezervasyonu oğlum yapacak rezervasyonu oğlum yapacak ibni seyakumu bil harzi biletlerimizi alacak alacaksa yeşteri biletlerimizi التيكت ماذا نقول بالعربية التذكرة سيشتري التذاكر orası Türkiye'nin dışında bir yer orası Türkiye'nin dışında bir yer uçakla yaklaşık 10 saatte gideceğiz orası Türkiye'nin dışında bir yer ذلك المكان مكان خارج تركيا orası ذلك المكان Türkiye'nin dışında خارج تركيا bir yer مكان uçakla بالطائرة yaklaşık 10 saatte gideceğiz. سنذهب بالطائرة في قرابة العشر ساعات. يكلاشك تقريبا 10 ساعات في 10 ساعات. gideceğiz. سوف نذهب. valizimize yazlık kıyafetlerimizi koyacağız. valizimize في حقيبة سفرنا yazlık kıyafetleri ثياب الصيف koyacağız. سنضع ثياب الصيف في حقيبتنا. Çünkü orası çok sıcak bir yer. Çünkü orası çok sıcak bir yer. لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَكَانُ مَكَانٌ حَرٌ جِدًّا Orada güzel sahiller var. تُوْجَدُ هُنَاكَ سَوَاحِلْ جَمِيلَ Orada هُنَاكَ çok güzel sahiller, سَوَاحِلْ جَمِيلَ جِدًّا var. Sahilde, فِي السَّاحِلْ kumda yatacağız. فِي السَّاحِلْ سَوْفَ نَسْتَلْقِي فَوْقَ الرِّمَالِ Sahilde, فِي السَّاحِلِ kumda في الرمال يتجاز سوف نستلقي وبول بول وبول بول غنش لنا جام وبول بول
جنيش لنجام سأتشمس كثيرا. هنا قال يتجام، سأستلقي في الرمل وسأتشمس كثيرا. بول بول جنيش لنجام أيضا. Çünkü benim romatizm romatizmam var. Çünkü benim romatizmam var. لأنّ عندي مرض الروماتيزم. الجملة التالية. Oranın havası çok nemli. Oranın havası. الطقسُ هناك çok nemli. رطبٌ جدا. Pasifik okyanusu kıyısında bir yer. إذن أين يقع هذا المكان؟ مكان على شاطئ المحيط الهادي. Pasifik okyanus المحيط الهادي. Pasifik okyanusu kıyısında. على شاطئ المحيط الهادي bir yer مكان. مكان على شاطئ المحيط الهادي. Orada aniden yağmur yağıyor. Orada aniden yağmur yağıyor. المطر هناك ينزل فجأة. Orada هناك aniden فجأة yağmur المطر yağıyor. Onun için لأجل هذا yağmurluklarımızı da yanımıza alacağız. لأجل هذا سنأخذ معنا الألبسة المطرية. Onun için لأجل هذا yağmurluk الألبسة المطرية yağmurluklarımızı da أيضا yanımıza alacağız. سنأخذها معنا. لأجل هذا سنأخذ معنا الألبسة المطرية. Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. Oradaki tapınakları ziyaret edeceğiz. سوف نزور ziyaret edeceğiz. المعابد التي هناك oradaki tapınakları. Oradaki التي هناك tapınaklar المعابد ziyaret edeceğiz. سوف نزور. Okyanusa dalacağız. سوف نغوص في المحيط. Okyanustaki çeşitli balıklar balıkları göreceğiz. Okyanustaki çeşitli balıkları göreceğiz. سوف نرى الأسماك المختلفة التي في المحيط. Okyanustaki التي في المحيط çeşitli المتنوعة balıkları الأسماك göreceğiz. سوف نرى. Oranın halkı gibi biz de yöresel kıyafetler giyeceğiz. سوف نلبس أيضا نحن ألبسة كلاسيكية مثل الألبسة التي يلبسها أهل تلك الأمكنة. كلمة كلمة. Oranın halkı شعب ذلك المكان gibi مثله biz de نحن أيضا yöresel kıyafetler ألبسة كلاسيكية ألبسة تقليدية. يرى محل مكان yöresel مكانية يعني الألبسة العائدة إلى ذلك المكان. كياجاز سنرتدي ألبسة تقليدية مثل أهل المنطقة هناك. أورانون هالكو جيبي بيز دا يرسل قيافتلر كياجاز. الجملة التالية صورتك جملة. لو كانت دا بلق كياجاز سوف نأكل الأسماك في المطعم. لو كانت دا في المطعم بلق الأسماك كياجاز سوف نأكل. إف ديكوراسيونو إتشين أحشاب أوروندر ألاجاز. إف ديكوراسيونو إتشين أحشاب أورونلر ألاجاز. سوف نشتري منتجات خشبية من أجل ديكور البيت. إف ديكوراسيونو من أجل ديكور البيت من أجل تصميم البيت. إتشين من أجله أحشاب أورونلر منتجات خشبية ألاجاز سوف نشتري. الجملة التالية. بمبياز كملو plajlarını gezeceğiz. بمبياز كملو plajlarını gezeceğiz. سوف نتنزه في شواطئه الرملية البيضاء. بمبياز البيضاء الناصعة. كملو الرملية plajlar الشواطئ. كملو plajlarını شواطئه الرملية gezeceğiz. سوف نتنزه فيها. الجملة التالية. Yanar dağların eteklerinde pirinç tarlalarını göreceğiz. Sawfa nara mazari'al aruzzi ala shawati'i al-barakin. Yanar dağları al-barakin. Yanar dağların eteklerinde ala hawafiha. Maza naqul ala shawati'i? La naqul ala shawati'i. Ala sufuhi. Ala sufuhi al-yanar dağları al-barakin pirinç tarlalarını tarla mazra'a mazari'al aruz pirinç aruz göreceğiz. سوف نرى. سوف نرى مزارع الأرز على سفوح البراكين أو الجبال البركانية. الجملة التالية. Oradaki halkın yöresel dansları eşiğinde eğleneceğiz. سوف نستمتع بصحبة الرقصات الشعبية لأهل تلك المنطقة. Oradaki halkın أهل تلك المنطقة yöresel dansları رقصاتهم الشعبية eşliğinde برفقتها أين نجاز؟ سوف نستمتع. سوف نستمتع مع الرقصات الشعبية لأهل تلك المناطق. ديشيك سوسلو وبهاراتلو وزني مكلارينين تضنا بكجاز. سننظر أو سنتذوق الأطعمة المختلفة.
هناك ببهاراتها. كلمة كلمة ديشك مختلفة. سوسلو بهاراتلو. سوسلو يعني بالصلصة وبهاراتلو بالبهارات. وزالي مكلر الأطعمة الخاصة تدنا بكجاز. سوف ننظر إلى طعم الأطعمة الخاصة المبهرة والمكتشبة أو هكذا والتي وضعت لها الصلصة. وهكذا هذا هو نص الاستماع قد انتهى. فهيا بنا إلى الأسئلة كي نحلها ثم نقول إلى اللقاء. السؤال الأول يقول لنا متني dinleyelim. Şükrübey ve ailesi nereye gidecekler? Nereye gidecek? Bulalım. Şükrübey ve ailesi nereye gidecek? Sayın Şükrü ve ailesi ila ayna sayadhabuna? Bulalım. Linecide. Hel sayadhabuna ila İtalya? Hel İtalya hiye alel muhitul hadi? Hayır. Hel sayadhabuna ila Endonezya? Bala. Bir rayi sayadhabuna ila Endonezya. Endonezya'ya gidecekler. Çünkü Endonezya Pasifik okyanusa bakar. لأنه Endonezya tutulu على المحيط الهادي. Peki Mısır'a gidecekler mi? Hayır. Çünkü Mısır Pasifik okyanusa bakmaz. لأنه Mısır da tutulu على المحيط الهادي. Fransa'ya gidecekler mi? Hayır. Türkiye'ye gidecekler mi? Hayır. Çünkü onlar dediler ki Türkiye dışında bir yer yaklaşık 10 saat sürecek. Yol, tarik. Yol yaklaşık 10 saat sürecek. At-tariq seyestemil Kur'an kaç saat? Bir ta'ira uçakla. İzhan, ila ina seyedhabuna? Bence Endonezya'ya gidecekler. Bira'ikum, ila ina seyedhabun? Es-sual el-thani yakul, aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Nucib, anil esireti latif el-esfel, metne göre, vifkan bir nasli. Birinci soru, es-sual el-evvel yakul, tatile gitmek için kim rezervasyonu? Rezervasyonu yapacak ve biletleri alacak. مَنِ الَّذ۪ي سَيَحْجُزْ مِنْ اَجْلِ الْعُطْلَى وَمَنِ الَّذ۪ي سَيَشْتَر۪ي تَذَاكِرِ السَّفَرِ Ben, Şükrü Bey dedi ki, benim oğlum rezervasyon yapacak ve biletleri alacak. İzhan, مَنِ الَّذ۪ي سَيَشْتَر۪ي تَذَاكِرِ السَّفَرِ İbn-i Şükrü Bey, Şükrü Bey'in oğlu. İkinci soru, السؤال الثاني. Oranın havası nasıl? كيف الطقس هناك? Oranın havası har ve ratib. Ma ma'na har ve ma ma'na ratib? Qara'naha fi nas, tastati'un an tastakhrijuha min nas min khilali an-nas al-maktub fi murabba' al-wasf. Üçüncü soru, السؤال الثالث. Şükrü Bey orada neler yapacak? Seyyid Şükrü, ماذا سيفعل هناك? Cümle yazalım. عفوا 3 جمله يظل لنكتب 3 جمل ماذا سيفعل شكر بي هناك تستطيعون ان تاخذوها من النص وهو موجود في مربع الوسط السؤال التالي يقول aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise y yazalım لنكتب d اذا كانت الجمل صحيحه الجمل التي في الاسفل ولنكتب y اذا كانت الجمل التي في الاسفل خاطئه برينجي جمله الجمله الاولى شكر بين yarın evlilik yıl dönümü. Şükrü Bey'in yarın evlilik yıl dönümü. Yani gaden zikra zavacı Şükrü Bey. Sah an hata. Bir ayı hata. Bir ayıkum. Bir ayı neyse zikra zavacı. Bel doğum günü. Zikra miladihi. İkinci cümle. Cümle teliye. Şükrü Bey ve eşi ailesi İzmir'de yaşıyor. Şükrü Bey ve zavcetuhu ve ailetuhu yaşıyorlar fi İzmir. قال في النص biz hep beraber İzmir'de yaşıyoruz. قال في النص نحن نعيش كلنا في إزمير. O zaman doğru. Üçüncü cümle idan sahih. Cümle üçüncü. Lokantada döner yiyecekler. Seyekuluna şavurma fil matam. Hel seyekuluna şavurma fil matam. Hel seyekuluna döner. Hem seyekuluna şey akar. قال lokantada balık yiyeceğiz. قال سنأكل السمك. O zaman bu cümle yanlıştır. Hatia. Cümle rabia, dördüncü cümle, okyanusa dalacaklar, okyanustaki çeşitli balıkları görecekler. Seyavusuna fil muhiti ve seyarauna el esmak el mutenavya fil muhiti. Doğru mu yanlış mı? Bir ayı sahiha. Ma rayukum? Cümle hamise, beşinci cümle, yanar dağların eteklerindeki mısır tarlarını görecekler. Sevfe yarauna mısır tarları. Mezareh el-zura. Mısır el-zura. Yanardağların eteklerindeki elleti tucedu ala sufuhi el cibeli burkaniye. Hel seyarevna mezari'a el Mısır mezari'a zura ala sufuhi el cibeli burkaniye em seyarevna
mezare el aruz pirinç tarlaları, ra'i seyrauna pirinç tarlaları, tarlaları. İzen hada hata. Ma ra'yukum? Enheyna kıraat el ders halalna esiletehu. عليكم أن تستخرجوا الكلمات الغريبة وماذا تفعلون أيضا وتكتبوا النص على الدفتر وتقرأوه بصوت عال ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم على العناوين الموجودة في مربع الوصف أتمنى لكم حياة سعيدة وشفاها تتراقص عليها البسمات وقلوبا تمتلئ بالسعادة ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب فيه